نمو سوق الهواتف الذكية العالمي للمرة الأولى منذ 4 سنوات، بيد أن العدد الإجمالي للأجهزة التي تم شحنها في العام الماضي كان أقل من مستوى ما قبل الجائحة، وذلك وفقا لتقرير صادر عن شركة التحليلات والبحوث Counterpoint Research، إذ نمت الشحنات السنوية للهواتف الذكية بنسبة 4% لتصل إلى أكثر من 1 مليار هاتف خلال العام الماضي وسط تفشي جائحة كوفيد-19 ونقص المكونات في جميع أنحاء العالم مما أعاق الإمدادات. وأظهرت بيانات أنه في عام 2017 شحنت شركات تصنيع الهواتف الذكية 1.5 مليار وحدة، وانخفض هذا الرقم لاحقا منذ عام 2018 إلى 2020. وكان من الممكن أن يكون تعافي السوق أفضل لولا نقص الرقاقات الإلكترونية التي أثرت في جزء كبير من النصف الثاني من عام 2021، لكن العلامة التجارية الكبرى اجتازت نقص المكونات بشكل أفضل نسبيا، ونتيجة لذلك تمكنت من النمو من خلال اكتساب حصة من العلامات التجارية الأصغر. وهناك ما يدعو للتفاؤل بشأن آفاق نمو صناعة الهواتف خلال العام الجاري إذا تمكن العالم من التعامل مع الوباء، وإذا تم حل نقص سلسلة التوريد بحلول منتصف العام. ويتوقع بعض المحللين والمستثمرين أن يستمر النقص العالمي في الرقاقات حتى نهاية هذا العام أو حتى عام 2023.